نعم دكتور وليد، أرجو أن تبقى معنا، نحن في متابعة هذه التطورات في العراق والعاصمة العراقية بغداد. إذن كما تشاهدون مشاهدينا على العاجل، معلومات تتحدث عن ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المتظاهرين إلى 10 الآن، بعدما نقلت رويترز قبل قليل 6 قتلى وسقطوا برصاص مجهولين كانوا على متن سيارات، قاموا بتوجيه الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين. معي مراسلنا من بغداد منتظر رشيد، معي من بغداد. منتظر، أهلا بك، آخر المعلومات لديك عن الوضع والحصيلة. نعم، ما جرى صهيب، سيارات دخلت من ساحة الخلاني من الجهة الشرقية إلى الساحة وفيها مسلحون ملثمون شرعوا بإطلاق النار ضد المتظاهرين وتوجه، وصلوا إلى جسر السنك القريب والذي يقع إلى الجهة الغربية من ساحة الخلاني، وبالتالي أدى إطلاق النار العشوائي هذا إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى بحسب حصيلة أولية ربما تكون مرشحة للارتفاع. هذا ما جرى. قبل ذلك أطفئت يعني انقطع التيار الكهربائي عن هذه المنطقة، وبالتالي حدث إطلاق النار ولا أحد يعرف من هي الجهة التي نفذت هذه العملية. نعم منتظر، العناصر التي أطلقت النار واخترقت هذه التظاهرات كانت على متن سيارات أم كانوا راجلين؟ يعني السيارات التي أقلتهم هي 3، نوع بيك أب وأيضا مدنية، ولم يكن المسلحون بحسب الشهود العيان يرتدون زيا عسكريا، أي أنهم كانوا يرتدون زيا مدنيا، وبالتالي ملثمون قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين الذين يتجمعون في ساحة الخلاني، ومن ثم توجهوا إلى جسر السنك وبالتالي أيضا أطلقوا النار هناك. الحصيلة الأولية تتحدث عن 6 قتلى وعشرات الجرحى، بعض الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات والبعض الآخر تم إسعافهم في ميدان التحرير من قبل المفارز الطبية الموجودة هناك. نعم، إذن كي نجمل منتظر، هي 3 سيارات مدنية من نوع بيك أب كما تحدثت، كان على متنها عناصر ملثمون لا يرتدون زيا عسكريا، كانوا مدنيين، قاموا باختراق المتظاهرين في ساحة الخلاني وصولا إلى جسر السنك، وقاموا بإطلاق الرصاص عشوائيا على المتظاهرين السلميين. الحصيلة الرسمية 6 قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة أولية كما ذكرت. مرور هذه السيارات والعناصر بداخلها الذين قاموا بإطلاق النار تصاحب مع انقطاع في التيار الكهربائي هناك. طيب منتظر، الآن الوضع كيف هو بين المتظاهرين؟ هل عاد المتظاهرون إلى الساحة أم كيف يبدو المشهد؟ يعني المشهد الآن فوضى عمت المكان بسبب إطلاق النار، وهناك أيضا تحركات من قبل المتظاهرين لمنع المتظاهرين الآخرين الاقتراب من هذه الأماكن التي تم فيها إطلاق النار، وبالتالي الحيلولة دون يعني تكرار ما جرى. ربما يتوقع المتظاهرون بأنه ربما يأتي هؤلاء الملثمون المسلحون المجهولون مرة أخرى ويعيدون الكرة. نعم. وعليه هناك إجراءات احترازية، بدأت اللجان المشرفة على حماية ميدان التحرير من قبل المتظاهرين. عند هذه النقطة منتظر، لو سمحت لي، أين كانت القوى الأمنية التي لطالما تحدثت عن حماية المتظاهرين؟ المثير للشك يعني هنا صهيب أن هذه المنطقة يعني هناك حواجز خارج ساحة الخلاني من الجهة الشرقية، وهناك مساحة تكفي لمرور سيارة واحدة من هذه الحواجز فتحها المتظاهرون بعد أن أبعدوا عنها قوات مكافحة الشغب التي كانت تتواجد في ساحة الخلاني، وبالتالي في محيط هذه الساحة وعند هذا المكان كنا نمر دائما ونشاهد رجل مرور واحد أو اثنان يتوقفون هناك، وسيارة للشرطة المحلية وأيضا فيها 4 عناصر. هذا كل ما كنا نشاهده عند هذا الحاجز أو هذا المدخل لساحة الخلاني. لا ندري هل كان هؤلاء موجودون عند إطلاق النار
هل تم تهديدهم ومن ثم دخلت هذه السيارات؟ هل كانت السيارات مدنية وبالتالي لم يجري تفتيشها من قبل هؤلاء؟ لا ندري صراحة صهيب، لكننا ننقل ما رأيناه، سيارات مجهولة تدخل فيها عناصر مسلحون ملثمون أطلقوا النار بشكل عشوائي على الشبان المتظاهرين الذين يتواجدون هناك، وبالتالي حدث حريق أيضا في منتظر منتظر رجاء. يشير لي الزملاء هذه صور مباشرة الآن من الوثبة، من حي من ساحة الوثبة، دعنا نستمع للصوت الطبيعي. يما إن شاء الله ما في شيء، يما إن شاء الله ان شاء الله ماكو شيء. يما شوف الطلقه يدق بس بالله عمار باع. اذا مشاهدينا الصور التي تشاهدونها صور مباشره عبر الانترنت لاحد الناشطين مباشره من ساحه الوثبه في العراق وفي العاصمه العراقيه بغداد، بامكاننا بوضوح سماع اطلاق الرصاص. منتظر ما يزال إطلاق الرصاص ما يزال مستمرا حتى الآن. ساحة الوثبة أين هي من أماكن تواجد المتظاهرين والمناطق التي تم استهدافها من قبل الملثمين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين؟ نعم صهيب، ساحة الوثبة تقع إلى الشمال من ساحة الخلاني، وأيضا ساحة الخلاني تقع إلى الشمال أيضا من ميدان التحرير تحديدا. ساحة الوثبة قريبة من ساحة الخلاني، تقع إلى الشمال منها، وبالتالي المسلحون عندما أطلقوا النار يمينا وشمالا، المتظاهرون كانوا يتواجدون إلى الجهة الشمالية يعني باتجاه ساحة الوثبة، وأيضا قسم كبير منهم كان يتواجد على الجهة اليسرى، وهنا تحديدا عند بداية شارع الجمهورية القريب من ساحة الخلاني، وبالتالي عملية إطلاق النار العشوائي أصابت المتظاهرين في الاتجاهين الشمالي لساحة الخلاني والجنوبي، ومن ثم توجهوا وأطلقوا النار على المتظاهرين الموجودين عند جسر السنك. أيضا هناك حريق الكهنة مرآب السنك الذي حوله المتظاهرون إلى مقر يعتصمون فيه منذ عدة أسابيع. هناك حريق هائل التهم هذا المبنى، لا ندري هل هؤلاء المسلحون هم من أضرموا النار فيه ومن ثم غادروا المكان. كنت سأسألك هذا السؤال منتظر، هل تعتقد أننا أمام عملية واحدة، نفس الثلاث سيارات البيك أب التي تحمل الملثمين الذين أطلقوا النار هي التي تجوب في ساحات العاصمة، أم نحن أمام عمليات منسقة؟ صهيب، ما جرى يعني السيارات التي أطلقت النار والتي كانت تقل مسلحين، هذه شاهدها كل من كان يتواجد هناك، ربما تكون هناك مجموعات أخرى راجلة أيضا قامت بعملية أضرام النار في مرآب السنك. الصراحة صهيب لا يمكن تمييز من يمكن أن يقوم بذلك، الكل يرتدي زيا مدنيا، الملثمون ينتشرون أيضا هناك، يعني حتى عندما لم تكن هناك قوات أمنية الملثمون شباب ملثمون لا أحد يعرف الآخر، بعضهم طيب. يعرف منتظر عذرا نعود مرة أخرى إلى البث المباشر من ساحة الوثبة. وينك يا مرتجع؟ وينك يا مرتجعين؟ من هو؟ من هو؟ خير بعد اخي دخل ستة 16
مشاهدينا، إذن نحن ننقل لكم هذه الصور في بث مباشر عبر الإنترنت من ساحة الوثبة في بغداد. الصورة حالكة الظلمة، لكن يبدو أن هناك بناية نشاهد إطلاق رصاص، لا نعلم إذا كان من داخل هذه البناية أم هو باتجاهها، أما هناك اشتباكات، يعني هناك إطلاق رصاص ورد عليه من هذا المبنى. منتظر، لا أعلم إذا كنت معي. نعم منتظر، ذكرت قبل قليل أنه الهجمات على المتظاهرين إطلاق الرصاص تصاحب مع انقطاع في التيار الكهربائي. الصورة التي أمامي في هذا البث المباشر من ساحة الوثبة توضح أنه البنايات معتمة، يعني أنه لا يوجد تيار كهربائي. هل يعني هذا مقصود، ربما متزامن مع ما يحدث الآن، أم هي صدفة؟ صهيب، خلال الأيام الماضية انقطع التيار الكهربائي عن ساحة التحرير وعن المناطق المحيطة بها، وكان المتظاهرون يتحدثون عن أنه ربما يحدث شيء، ربما تحدث عملية اقتحام، لكن لم يحدث هذا الأمر. أيضا ما جرى اليوم هو تكرار لعملية انقطاع التيار الكهربائي في هذه المنطقة، يعني المحيطة بميدان التحرير، ليست المرة الأولى، لكن هذا انقطاع التيار الكهربائي تزامن مع عملية إطلاق النار على المتظاهرين. وبالتالي يعني من المؤكد أن من نفذوا هذا الهجوم أخذوا بالحسبان عملية قطع التيار الكهربائي كي لا تتضح ملابسات ما جرى. نحن هنا يعني كل الفرضيات تتحدث عن إمكانية تدخل أطراف أخرى من خارج التظاهرات لخلق حالة من التوتر. نعم. بالتالي هذا التوتر سبقه هدوء، صهيب، خلال الأيام الماضية هدوء في جميع ساحات الاعتصام وفي جميع ساحات التظاهرات، أعمال العنف توقفت، لا ندري التكهنات ما هي الاحتمالات، ما هي الفرضيات، لكن منتظر عن هناك طرف يريد أن تتوتر الأجواء مجددا ويدفع بالتظاهرات أو حتى بما يجري الحراك إلى منتظر. فقط أريد أن أسألك شيئا، هل صدرت أي ردود أفعال من عصائب أهل الحق أو أي جهة على العقوبات الأمريكية التي فرضت على قيس الخزعلي وشقيقه ليث وأيضا مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح؟ بالنسبة لهذه العقوبات صهيب، منذ أكثر من عام صدرت عقوبات مماثلة شملت جماعات مسلحة في العراق وتنظيمات أيضا مماثلة، أكثر من تنظيم، أكثر من فصيل وضع على لائحة العقوبات وعلى لائحة المنظمات الإرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، إذن ليست المرة الأولى. وهناك أيضا شخصيات وضعت أسماءها في لائحة هذه العقوبات، ليست المرة الأولى صهيب، ولكن هذه المرة تزامنت مع الحراك ومع التظاهرات هذه العقوبات التي شملت هذه الشخصيات. إذن هي ليست المرة الأولى، لكن المثير لأن ما جرى تزامن مع هذه العقوبات. سنعود إليك، سأدعوك تجمع المزيد من المعلومات منتظر، ونعود إليك تباعا في هذه التغطية المفتوحة مشاهدين أيضا لمتابعة التطورات في العراق. عقوبات أمريكية على ثلاثة قادة لميليشيات عراق.